يقول أنس كثيرا ما كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم يردد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأكثر من قول: يا مقلب القلوب.